Amen. Uh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الحديث الشريف آفة الدين العجب الآفة هي الشيء التي تفسد الشيء عما ينبغي أن يكون الافه التي تصيب الفاكهه تجعل الفاكهه غير قابله للاستفاده والافه التي تصيب بدن الانسان هي الامراض التي توجب تلف الانسان وموته كل شيء آفته بحسبه و بمورده ومقامه الدين الطريق الذي يوصل الإنسان إلى سعادة الدنيا والآخرة الدين إذا أصيب بالعجب هذا الدين العجب افته تجعل من الدين لا دين تجعل من الدين غير ما ينبغي ان يكون الدين الدين يعني الالتزام بما جعل الله سبحانه وتعالى على عبده وعلى امته فاذا الانسان صنع شيئا مع انه ملتزم بما جعل الله عليه اما صنع شيئا ذلك الشيء جعل هذا الالتزام بطاعه الله جعله لا طاعه هذه افه وفي الحديث الشريف العجب يصنع هذا الامر بالدين العجب ليس لمن لا عمل صالح له العجب ياتي ويوسوس الشيطان بالعجب للذين يعملون الصالحات فيكون العجب افه للعمل الصالح فيجعل العمل طالحا لا صالحا يغيره عما ينبغي ان يكون. العجب للعباد، العجب للزهاد، العجب آفة للعلماء، العجب آفة للأخيار، العجب آفة لمن يعملون المشاريع الخيرية، لمن يعملون المؤسسات الثقافيه العجب آفة لمن يسعون في تربيه الناس وهدايه الناس وارشاد الناس العجب آفة لهؤلاء اما الذي لا دين له اما الذي لا صلاه ولا عباده له اما الذي لا عمل خير له هذا العجب. بما لا يعجب بنفسه لا شيء له يعجب به في الحديث الشريف ان عيسى بن مريم على نبينا واله عليه السلام ذات مره وهو كان يسيح في البلاد يسير في البلاد وفي ارض الله الواسعة ويتعبد الله تعالى في الليل والنهار وأحيانا كان معه بعض أصحابه بعض الحواريين ذات مرة كان عيسى بن مريم ومعه شخص واحد من أصحابه فو وهكذا كان يسيران وصل إلى البحر قال عيسى بن مريم بسم الله ومشى على ماء البحر البحر الهائج البحر المواج البحر الذي يغرق السفن على عظمتها عيسى بن مريم جعل يمشي على الماء كأنه الماء أرض هذا الرجل صاحب عيسى ابن مريم كان ايضا متعبدا زاهدا من اصحاب عيسى ابن مريم تعلم من عيسى ابن مريم هذا لم يرى ذلك قبل, قبل ذلك الوقت لم يرى مثل ذلك فلما راى ان عيسى ابن مريم قال بسم الله ذكر اسم الله تعالى وجعل يمشي على الماء كان الماء ارض لا, لا الماء الواقف ماء البحر هو أيضا قال بسم الله بكل صدق وإخلاص ومشى على الماء خلف عيسى بن مريم مؤمن عابد زاهد الرجل وبالصدق وإخلاص ذكر اسم الله تعالى كما ذكر عيسى بن مريم اسم الله تعالى ومشى على الماء خلف عيسى بن مريم كما كان يمشي عيسى بن مريم على الماء وصل قريبا من عيسى بن مريم خطر بباله العجب هذا الرجل فكر في نفسه اذا ما الفرق بيني وبين عيسى بن مريم انا ايضا مثل عيسى بن مريم الرجل عابد وعيسى بن مريم عابد أما كم فرق بين عيسى بن مريم الذي سمي من السماء بروح الله وهذا الرجل فلما أعجب بنفسه لحظة غمس في الماء نزل في الماء فصاح بعيسى أن يدركه وأخذ عيسى يده وأخرجه من الماء، قال له عيسى ماذا قلت؟ مضمون الحديث الشريف أن الرجل قال لم أقل شيئا في نفسي فكرت ما الفرق بيني وبينك؟ أنت قلت بسم الله ومشيت على الماء وأنا قلت بسم الله ومشيت على الماء، إذا أنا وأنت سواء لما خطر ببالي هذا الشيء لأن العجب قد يكون لا ينطق الشخص به الذي يعجب بنفسه العجب أمر في داخل فكر الإنسان قال فلما بدر إلى ذهني هذا المعنى أنه لا فرق بيني وبين عيسى بن مريم كما أن عيسى قال بسم الله ومشى على الماء أنا أيضا قلت بسم الله ومشيت على الماء غمست في الماء فتاب عيسى بن مريم أمره بالتوبة لأن العجب عصيان لله سبحانه وتعالى أمره بالتوبة فتاب وعاد وجعل يمشي على الماء خلف عيسى بن مريم العجب لحظة واحدة يمحق الدين آفة للدين يخرب الدين الإنسان العباد أحيانا والعياذ بالله يعجبون بعبادتهم العلماء يعجبون بعلمهم الزهاد يعجبون بزهدهم وفي حديث شريف آخر ان رجلان دخلا المسجد مؤمن وفاسق فاسق يعني يتعاطى المعاصي وخرج من المسجد والمؤمن كان قد خرج عن ايمانه والفاسق صار مؤمنا في هذا الحديث الشريف ان المؤمن دخل المسجد وهو مؤمن وهو عابد وتعبد الله سبحانه وتعالى واعجب بعمله واعجب بعبادته هذا العجب معصيه العباده كان هذا العجب محقا لعبادته وكان هذا العجب افه لعبادته فصارت عبادته كلا شيء وخرج من المسجد هذا المؤمن وليس هو ذلك المؤمن الذي دخل المسجد والفاسق عندما دخل المسجد وراى هذا المؤمن وراى غيره من العباد ندم على فسقه وخاف من عاقبه فسقه بهذا الندم هذا الندم كان توبه له فلما خرج من المسجد كان كان لم يحدث منه عصيان لله سبحانه وتعالى ولذا ينبغي بكل تأكيد وإصرار من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن العاملين في سبيل الله وفي سبيل أهل البيت بالخصوص هؤلاء يواظبون على نياتهم أن لا يشوبها العجب إذا وفقوا لبناء حسينية لا يعجبون بانفسهم، اذا وفقوا لهداية مجموعة من الشباب لا يعجبون بانفسهم، اذا وفق شخص من اصحاب الاموال <applause> لبناء مؤسسة ثقافية لبناء حسينية لبناء مسجد لبناء موارد. لهدايه الناس ارشادهم لا يعجبون بانفسهم وهكذا الذين يسيرون على خطى اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ويقيمون الشعائر المقدسه لاهل البيت عليهم السلام حذار حذار من ان ياتيهم الشيطان ويصير سببا لاعجابهم بانفسهم بما وفقهم الله من اقامه الشعائر المقدسه لاهل البيت عليهم الصلاه والسلام فان العجب افه للدين العجب يجعل الدين كلا دين العجب يمحق الدين العجب يمحق كل عمل صالح وكل عمل خير وكل عمل يمكن للشخص بذلك العمل إن لم يكن مصاحبا للعجب أن يرتقي به الدرجات الرفيعة حتى لهذا المثال الذي نقلته الأحاديث الشريفة قصة عيسى بن مريم مع أحد أصحابه هذا بلغ قمة في الدين والإيمان حتى جعل بالذكر اسم الله سبحانه وتعالى يمشي على الماء ولكن العجب افسد كل هذا نسف كل ذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يبعدنا وجميع المؤمنين والمؤمنات عن العجب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين